Centre Mohamed Hassan Louazani pour la démocratie et le développement humain. عنده بطبيعه الحال سيكون متميزا بكل شيء وعن كل العروض التي مرت بحكم انه سيطرح موضوعا اساسيا وجوهريا لليقين انه لا احد من الباحثين انتبه اليه الى اليوم وهو مساله الاندلس في فكر محمد حسن البزاز. ليتفضل. شكرا. شيء جديد. جديد لأول مرة نبحث عن الديمقراطية ولكن لا نبحث عن الأندلس في فكر محمد حسن البزاز. شكرا الأستاذ محمد عرب الدبلي وأشكر أيضا مركز محمد حسن البزاز للديمقراطية والتنمية البشرية لأتحادي واستطاعة هذه المداخلة. أتمنى أن تكون في مستوى الكلمة التي قد تصيبها في الجلسة. مرحبا. ستكون. طيب عنوان مداخلتي كما أسلف لك السيرة الأندلس في فكر محمد حسن البزاز. هناك لحظات في تاريخ المغرب يتردد فيها ذكر الأندلس بقوة كما وقع في القرن التاسع عشر بعد دخول القوات الفرنسية للجزائر سنة 1830 الميلادية. ظهرت كتابات تماثل واقع المنطقة مع الأندلس كما جاء في أحد أشعار الوزير محمد بن إدريس العمراوي تذكر وقعة أندلس وأبصروا منها سبيل الرشاد. كما نجد اليوم من يماثل بين واقع فلسطين والأندلس. ويهمنا هنا سياق العودة بقوة الأندلس في أربعينيات القرن العشرين من خلال بعض ما كتبه الأستاذ محمد حسن البزاز عن الأندلس. لا ننفي أن الأندلس ظلت حاضرة في أذهان البعض باستمرار خاصة الأسر المنحدرة من أصل أندلسي. فقد كان هناك احتفال بذكرى الحداد من أجل فردوس المفقود في الأندلس كما يقول أحد الباحثين وكان يشهد ذكرى هذا الحداد سواد شوشة طرابيش كما يذكر به نفس سواد متجلي في الوقاية وكما شرحه لي عمر الموضوع برؤوس نسائنا في المدن إلى بداية الثلاثينيات مع القرن العشرين. وهذا ما أكده التهامي الزاهي في كتابه الزاوية قائلا أن حوادث الأندلس لم تزل من الأذهان والعقائد من كرام العائلات الأندلسية ما تزن والداتي للأحزان على فردوس آبائه المفقود وقد توارت الناس عبارات الأسى في مأساة الأندلس فإن تحدثوا عنها فكأنما يتحدثون عن حادثة وقعت بالأمس أو قبله بيوم أو بيومين وكانت الدموع تراق بانسجام عند كل ذكر للأندلس وربوعها وهوانا العليل ومساجدها الزاهرة وخزائن كتبها الزاخرات ثم يتخلصون من هذه الذكريات الأليمة إلى صب جام غضبهم على المسيحيين الذين لم يراعوا هذه القلوب المتبتتة فكانت الإخوانيون يفزعون من ذكر النصرانية كل الفزع. بل أكثر من ذلك ما جاء في بعض الكتابات إلى وقت قريب عن احتفاظ بعض الأسر بمفاتيح بيوت أجدادها بالأندلس كتعبير عن الرغبة في العودة في يوم من الأيام إلى الأندلس. وقد غدى هذا الشعور بالأندلس عناصر أخرى من بينها بعض الآثار والطور والمساجد المغربية التي تقف شاهدا على ذكر الأندلس. ثم الكتابة التاريخية نفسها ونصوص رحلات السفر الأندلس بما تضمنته من حسرة وبكاء على الأطلال كحال غزال جاء في أحد نصوصه ومنذ عبرنا هذا المسجد لم تفطر لنا عبرة مما شاهدناه من عظمته وتذكرنا ما كان عليه على عهد الإسلام وما قرأ فيه من العلوم وتليت فيه من الآيات وأقيمت فيه من الصلوات وما عبد به الله وقد تخيل الفكر أن حيطان المسجد وسواريه تسلم علينا وتهش إلينا من شدة ما وجدناه من الأسف حتى صرنا نخاطب الجماد والمعانق كل سارية ونقبل صور المسجد وسط جدرانه. كذلك حينما كان يلح الزرع ذكر مشاهداته بعض العبارات ملقاة على الأرض واحتجاجه على ذلك فعندما كان بقرطبة قال وقد عبرنا آجورا بباب عسلة بعض المقاعد يسكنها الكفار ومكتوب فيها لا غالب إلا الله طبعا هذا الشعار الأسرة المصرية أستاذ محمد حسن البزاز في 1923 وكأن الفاتحين من العرب قد كانوا على جنب عظيم من العلم والثقافة وكأن العرب كان زمان تسهل راس دون العلوم والآداب والفنون التي لم تكن مزدهرة والتي منها السكون والثقافة حقا
نضيف طبعا ضيف الاستاذ طبعا نلمس هنا نلمس الفقيه الشايبي في كلام انتقده الاستاذ الزاني نلمس هنا نلمس الفقيه الشايبي في من خصائص الفقيه فكره الوحده وتمتم تاريخ الماضي كخط مستقيم مصنوع عليه الوحده ما استطاع في مقابل هذه النظره اي نظره الشايبي نظره الفقيه استعرض الزاني على مدى صفحات مختلفه مكونات الاندلس من عناصر عربيه وهي قله من عناصر عربيه وهي قله مقارنه مع باقي العناصر ثم المسلمين أو المولدون أي المسلمين من الذين أسلموا من الإسبان أو أبناء الإسبان الذين اعتنقوا الإسلام وقد كانوا أغلب السكان قرطبة أيام الأمويين ثم البربر وقد كانوا بسبب زيارة الهجرة المستمرة أغلب السكان المسلمين المهاجرين أكثر من العرب ثم المسيحيين واليهود فضلا عن السقالبة وهم السقالبة الذين كانوا أسارى أوروبيين مجندين في الجيوش أو قادمين بخدمة العملاء في العصور الشعبية الأندلس بل يعكس ما ترى في الأندلس من ثورات وشقاء أو ما ترى ما كان في الأندلس بخلاف أسهم في قيام الثورات باستمرار وقدم الوزان مجموعة من النصوص دلت على أن سكان الأندلس أهل ثورات وشقاء فخلص إلى أن تلك الكتب التي اقتبس منها لا توقفنا بجلاء ودقة ما لمسألة العنصرية في الأندلس وما أدت إليه من مصاعب ومعضلات وقد كانت في الأمة داء عضالا وشرا مستطيرا بالمقابل فإن المزيلين في مرور الأندلس بعد فترة وحدة ولكنها قليلة فالأندلس كما قال لم يتحد أمرها إلا في عهد كبار الخلفاء من الأمويين وقد كان هذا الاتحاد سياسيا مجردا بمعنى أنه كان ناشئا عن قوة الدولة في عهد ملوكها العبار وكان موقوتا بزمن هؤلاء الحكام وإلا فإن الأمويين أنفسهم لم يستطيعوا أن يوحدوا بين سكان الأندلس توحيدا عنصريا كاملا بحيث يصبحون شعبا واحدا بكل معنى الكلمة انتهى كلام الزاني في مقاله الثالث والأخير الذي نشره ابن شرحينا في الموضوع استعرض الأستاذ الزاني بعض النصوص الدالة على ما وصلت قرطبة في مجال العلوم قال أنه استخلص بالمقابل مثالية الصورة التي تصف قرطبة كلها مدارس قائلا بعد عرضه نص لابن ساعد الأندلسي تحدث فيه عن التغيير على الفلسفة والتنجيل ما يأتي فما أبعد عن الحقيقة والواقع تلك الفكرة الخيالية التي تصور الأندلس كلها مدارس وتمثل أهلها كلهم أو تقريبا علماء أو نبغاء في مختلف العلوم وفنونها وتدعي أن كثيرا من رجال العلم فيها كانوا ذوي شهرة عالمية فائقة العلوم تنشر وتترعرع حيث تكون الحضارة والعمران وهي ظاهرة اجتماعية ما شرح ابن خلدون كما قال الأستاذ الزاني وهي الفكرة المركزية إذا التي حام حولها الزاني ودافع عنها واختار موضوع الأندلس كوسيلة وأداة للبرهنة عليها. العلم نتيجة الحضارة ولا علاقة لذلك باللغة. لو أردنا قراءة هذا من خلال منظور الزاني بالسياسة لربما تصبح معادلة، أقول ربما. الاستقلال وسيلة وليس غاية. الديمقراطية هي السبيل لتحقيق الاستقلال والتقدم. لا أستطيع إلا أن أنوه بآراء الأستاذ الزاني حول الأندلس. الذي اعتمد في ذلك على دراسات ومصادر متنوعة جعلته لا يبتعد عن الآراء العلمية في الموضوع في ذلك الوقت اللهم إلا مسألة عالمية رجال الأندلس ومسألة اللغة العربية للأندلس وحقيقة زيارة الأندلس أقصد هنا بالنسبة العالمية الإشارة إلى ابن حزم وابن رشد وما عرفته أوروبا من دور تيار رشدي اللاتين وكذلك الشعب العربي في التصوف إلى آخره على سبيل المثال الحصري وهناك اليوم دراسات عديدة حول تأثير الأندلس في أوروبا وغيرها. أما اللغة فالعربية لم تدخل الأندلس كلغة محايدة، بل شكلت جسرا لنقل أدب آخر لإسبان. وهنا أكتفي بالإشارة لشهادة ألفارو الذي كان عنصرا فعالا في حركة شهداء المسيحية في عهد الدولة الأموية بالأندلس، قائلا أن النصارى يولعون بقصائد الشعر العربي وقصصه ويهجرون الكتاب المقدس وآثار القديسي ومما يوجب الحزن يقول هذا بحسرة ومما يوجب الحزن والأسى أن الجيل الناشئ لا يعرف غير العربية وهو يقرأ كتب المسلمين بشغف وينشئ لها الخزائن ويراها جميلة بالإعجاب في حين أنه يدخل بنظرة إلى الكتاب المقدس لقد نسي النصارى لغتهم ومن العسير أن نجد واحدا منهم في كل ألف يكتب حرفا لاتينيا كتابة سائغة
وهم مع هذا يستطيعون أن ينظموا شعراً عربياً رائعاً. تأكل قلبه. لأصل إلى المحور الأخير في هذه المداخلة من الأشياء التي بقيت حائراً فيها هي ظرفية كتابة هذه المقالات 1944 على العموم. حاولت أن أجد جواباً ممتعاً وبقيت أقلب الأمور وأرويها في ذهني. فقد تعذر علي فهم ذلك الاهتمام الأندلس وهذا النفس الطويل في النقاش في ظرفية صعبة. صعبة على صاحبه في بلفور وصعبته هي في ظرفية الحرب العالمية الثانية ولقاء أنفا إلى آخره. قد يقول البعض إن العمل الكتابي عن الأندلس حصل من احتلال إسبانيا للشمال المغربي فقد ذكر التهامي والزاني عندما احتل إسبانيا تطوان سنة 1913 تجددت كل الذكريات وهاجر الناس ورماجوا وصلوا الدهول. ذلك الدهول يمكن فعلا أن نجده عند أناس قصة كبير الذين أصبحت قصة الأندلس حساسة مع هذا الاحتلال إلى درجة وقوع أحداث خطيرة يوم 28 يونيو 1933 بسبب قيام تلاميذ المدرسة اليهودية بتمثيل رواية بالإسبانية حول فتح الأندلس كتب أستاذ الإسبان. وعندما علم المسلمون بذلك اعتبروا هذا العمل إهانة الإسلام والمسلمين وما دونه التي حاولت الاستعمار من هذه الطروحات، خاصة عندما نرى شرف البعض بالحصول على مخطوطات نادرة وعناوين معينة كما هو الحال بالنسبة لإسلام بن نوح والذي استطاع تصوير مجموعة من الوثائق المخطوطة في أرشيف بلادات أراغون بخلال الوثائق التاريخية ببرشلونة وإرسالها لأخيه لدراستها. ثم قام هذا الأخير بنقلها والإرسالها للشقيق أرسالة ليعتمد عليها في كتابة وفي كتابة عن الأندلس الموسوم بحلل السلبوسية في الأخبار والآثار الأندلسية. شقيق أرسالة الذي كان هو الآخر دائما المراسلة الوطنية المغاربة للحصول على كتب الأندلسية كما هو الحال في رسالة أرسلها لحسان بن نون قائلا شريت هنا أخبار مجموعة وتأليف لابن مشكور ومن الأخبار أرجو البحث عن الكتب الآتية تاريخ عمرو بن حفصون وقيامه برياو ووقائعه وتاريخ أحمد محمد موسى الرازي أخبار الأندلس وحروبه وكتاب الرازي بإسرة قرطبة ومنازل العيان بها. انتهى هذا المقتطف من رسالتي. أقصد أن الاهتمام بالموضوع دون التوقف عن ممارسته وانشغاله مهما كانت الظروف يعني أنه عمل مؤسساتي يدخل ضمن برنامج أو مشروع. تكلمت وتحدثت مع صديق الأستاذ محمد عباس السويدي مطولا عن هذا الأمر فكان إشارة لبعض الأفكار يصعب علي الآن التكفي بها. سأكتفي بطرح أسئلتي وأختم المداخلة. سؤال الأول: إلى أي حد أسباب جمعية إسبانيا الإسلامي بمدريد في توجيه نظر الوطنيين المغاربة إلى المحتوى التنقيبي عن الأندلس بما فيه الأستاذ محمد حسن الزاني أحد المؤسسين وقد كان عضوا في المجلس الإداري الأول للجمعية التأسيسية والإصدار أسرع خوزي فرانش. سؤال ثاني: بالمقابل إلى جانب هذه الجمعية إلى أي حد أسهم الحركة الماسونية في الأمر نفسه علما أن كثير وطنيين خاضوا فيها خاصة الماسونية الإسبانية وقد جاءت بوكالة طوريس أسماء بعضهم من الشمال كأرسال بن نوح والأستاذ محمد حسن الزاني نفسه ذكر في مذكراته انضمامه للماسونية عندما كان في إسبانيا. لا أملك أن أحسم في الموضوع خاصة عندما يدخل على الخط شكيب أرسلان ويوسف بحري. أكتفي بالتساؤل وأشكر لكم حسن الاستماع.